نشكر رفيقة زهرة على ورقتها، والآن نفتح المجال للمداخلات والأسئلة للحضور. ما في أي مداخلات. دكتور حسن مدن. شكرا لأحمد وزهرة. أنا ما لحقت. خليل، أنت قدمت ورقة؟ قدمت البيان أنا. بس أنا يعني عندي سؤال زهرة، أنت الحين طرحتي في آخر الورقة استطلاع أو شيء لآراء الشباب حول يعني وجهة نظرهم في الربيع العربي، وال ما هي القضايا اللي تشغل بال الشباب أو الهموم اللي تشغل بال الشباب؟ وين الأجوبة؟ يعني أريد لو شوي سلطت الضوء على بعض الأجوبة، يعني ما في أجوبة حول هذه الأسئلة، ناخذ فكرة حولها يعني. شكرا. دكتور شبر الداعي. احنا نسمعك بس ما ادري. في المحاضره طرح يعني عن الشراكه الغائبه المجهول اللي تقوم فيها مؤسسة الصدر، طرح عن مجموعه من الانشطه اللي تقوم فيها المؤسسات الرسميه، وتساءل اساسا عن الشراكه الغائبه في هذه الانشطه، بمعنى هناك فجوة في العلاقة بين المؤسسة الرسمية وقطاع المجتمع المدني الشبابي. السؤال اللي يطرحه وهل يحتاج لإجابة، أين يكمن الخلل وما هو السبب؟ هل الخلل يكمن في السياسة التي تتبعها المؤسسات الرسمية في العلاقة مع قطاعات الشباب المجتمع المدني، أم الخلل يكمن في ذات هذا القطاع أو في نفس قطاع الشباب ناشطين في المجتمع المدني؟ يعني أين يكمن الخلل، فيكم والله فيهم؟ هذا السؤال اللي احنا نريد الإجابة عليه. شكرا. رفيق حسين غنام. مساء الخير. البداية حاب أشكر الرفاق القائمين على هذه الندوة، وأنا حاب أبتدي أن أخصص تحديات الشباب في البداية إلى جانبين أساسيين في حياة كل شاب، في البداية اللي هي المرحلة التعليمية، والثانية اللي هي بعدين مرحلة التوظيف. والهذا بخصوص المرحلة التعليمية، طبعا في احصائيات واضحه ويعني قائمه على اشياء موضوعيه تثبت يعني ما نعانيها احنا الشباب اليوم في البحرين من تمييز في توزيع المنح والى ذلك. ومن جانب الجانب العملي يعني في حياه الشباب، جوابا على سؤال استاذه زهره والدكتور حسن مدن، انا اقول غياب الثقه عند الشباب في جميع المبادرات سواء من أي جهة حكومية أو خاصة، ويعني سبب غياب هالثقة أنا في وجهة نظري إنه يعني واقعياً عملياً إحنا نشوف جميع هذه المبادرات شكلية. يعني أنت شلون تقول لي أنا أسوي مبادرات علاج إلى سوق العمل وأنا أشوف نسبة تزايد الأجانب في ازدياد بناء على إحصائيات في جرائد أجنبية وهذا، ويطلع لي إعلام عربي يقول لي لا معالجة ومبادراتها، فغياب ثقة. كل هالمبادرات جميعها شكلية سواء حكومية أو هذا. وعلى جانب غياب الشباب في جانب المؤسسات المجتمع المدني، هو غياب دور القوى الوطنية، فصيل سياسي هيمن على جميع مؤسسات المجتمع المدني، فهذا كان سبب كبير في غياب دور القوى الوطنية. وهذا تداعيات عامل غياب العدالة الاجتماعية والحقوق
والبيروقراطية الضرب جميع القائمين اللي قاموا في الوطن العربي أجمعين كلهم مغيبين في السجون. إحصائيات المعتقلين في البحرين من فئة الشباب واضحة بين الجميع. في نهاية الموضوع أحب أختب كلامي، جميع هذه التفاصيل تلتقي عند الفساد. وشكرا. شكرا رفيق حسين غنام. أخذ رفيق أحمد الأمير ممكن ترد على بعض التساؤلات. يعني بداية أشكر الأخوة المتداخلين، أشكركم جميعا على مداخلاتكم القيمة. يعني ببدي من الأخير من رفيق حسين، موضوع التعليم والتوظيف، إيه نعم هذه قضايا رئيسية، يعني ها قضايا رئيسية تهم الشباب وفئة الشباب بالتحديد. إحنا لما نجي نتعاطى معاها اليوم في البحرين على سبيل المثال موضوع إصلاح القطاع التعليمي، طرحت مبادرات كثيرة لإصلاح القطاع التعليمي، ليش ما أدت إلى نتيجة؟ أنت جاوبتها يوم قلت إن هي كلها مبادرات شكلية، سواء إصلاح سوق العمل سواء إصلاح أوكي حققت بعض، حركت بعض الأمور، بس هي ما حققت الهدف الرئيسي اللي تأسست أو إجت عشانه. القضية أعمق في البلد. إحنا لما نتكلم عن ما يصير نجي بعد التعاطي، شلون نتعاطى معها؟ إصلاح سوق العمل جزء من منظومة اقتصادية كاملة في هالبلد. المنظومة الاقتصادية القائمة في هالبلد تعتمد على قطاع عام مهيمن، قطاع خاص نقدر نقول عنه يعتمد على القطاع العام. إنزين، هذا القطاع الخاص في النهاية يعتمد بشكل رئيسي أساس وجوده على اليد العاملة الرخيصة. واليوم حتى المبادرات لما نوجه حتى نقد للشباب، ترى المبادرات اللي يطرحونها الشباب وتشوف البندنج ليست عند مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة للشباب، كلهم يبون يفتحون كوفي شبات، من بيوظف فيها هذه؟ كلهم يبون يفتحون قطاع خدمي يبون يشتغلون، زي شنو قيمتها المضافة هذه؟ هني بعد نرجع فئة الشباب، شنو ممكن يشتغلون، شو ممكن يبتكرون أفكار جديدة. سمعنا عن مبادرات كثيرة حق شباب بحريني نجحوا فيها، بس في مبادرات بشكل عام، يعني هني نسأل السؤال الرئيسي إن 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 الدولة تتحمل جزء كبير، هي الوضع السياسي الاقتصادي أو النهج الاقتصادي هذا من تقريبا من الاستقلال إلى يومنا، حاولوا في الثمانينات يدخلون عليه شوي تعديلات إن تعالوا تنويع مصادر الدخل، لأن أسعار البترول طبت على بوزها. يينا في التسعينات نفس السالفة، يينا في 2005 شركات الاستشارات هذه المعروفة ماكنزي وغيرها شغالة في دول الخليج توزع مبادرات وتستلم عقود، يابوا الأفكار هذه قالوا يلا إشراك قطاع إشراك خصخصة، خلونا نروح في إشراك القطاع، إصلاح سوق العمل، نفض رسوم وإلى آخره. إذا شنو نتيجتها هذه كلها؟ كان نتيجتها إحنا نشوفها القوى العاملة، مو قوى العاملة، نسبة المواطنين في البلد بكبرها صارت كم؟ 48-47%، وكل ماله وبتنزل وبتنزل. فاحنا نتكلم اليوم ان في قضية رئيسية مغيبة في البلد هذه، هي قضية، وننتقل للدكتور شباب، ان هي قضية الشراكة. في غياب للشراكة المؤسسية في البلد وفي دول الخليج بشكل عام، في غياب للشراكة المؤسسية. بمعنى أنا لما أغيب الشراكة المؤسسية هذه، أغيب تنظيمات سياسية، أغيب جمعيات، أغيب منظمات مجتمع مدني، أيا كان، أنا لما أغيب هذا كله شو يصير عندي؟ شيء طبيعي، هذه الفئة، هذه الشباب ما يحسون بارتباط أصلا لا بالمبادرات هذه، ويحسون قاعد تخدم فئة معينة من المجتمع. فئة، وأنا ما أقول أنا فئة، أنا أقصد أن المبادرات الاقتصادية بالتحديد هي قاعدة تخدم طبقة معينة في المجتمع، عشان أكون ياكم صريح أكثر، طبقة معينة متمثلة في رؤوس الأموال التقليدية في الخليج العربي اللي كونوا ثروات من خلال تعاقداتهم يا الدولة من بعد السبعينات، وطبعا هم أسر تجارية بالتحديد. ففي في في إشكالية، الإشكالية بأن في غياب، أنا شيء طبيعي بحس بقطيعة، أنا ما بحس نفسي مرتبط بهالمبادرات، ما أحس إني تربطني في شيء، ما أحس إني قاعد
تصب في مصلحتي ومصلحة غيري. فهني هي الإشكالية إن 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 غياب الشراكة قاد طبعًا غياب الشراكة قادنا إلى فجوة طبعًا، والنتيجة معروفة إن اليوم إحنا نحس اليوم منظومة الدولة هذه اليوم في شريحة عودة من المجتمع في البحرين ما قاعد تحس بأن هذه الدولة قاعدة تمثلها، فئة الشباب هم شريحة أكبر فين ما يحسون هذه الدولة قاعدة تمثلهم تحمي مصالحهم. فأنا هنا أرد أأكد على موضوع الإصلاح السياسي الشامل والتمكين السياسي. شكرا. شكرا رفيقة زهرة. ردنا على سؤال الدكتور حسن مدن، هاي كانت تساؤلات مطروحة في أحد البرامج العربية اللي هو نقطة حوار، بس إذا ممكن أنا أرد عليها شخصيا يعني من تجربتي الشخصية، أن كيف تقيمون أحوال الشباب إذا في الشباب العربي محلول اليوم العالمي الشباب، إذا كنت من فئة الشباب أكثر ما يشعرك بالإحباط في بلدانكم؟ يعني أنا من تجربة شخصية ممكن أكثر شيء يشعرني بالإحباط يعني أنا أدرس 5 سنين من عمري عشان أي أدور شغل، وأروح أدور 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 عشان يقصصوني في المعاش، واحد يقول لي 100 واحد يقول لي 150، أنا حين جامعية بكالوريوس ووزارة العمل تقول لك 400 دينار، أروح أقدم يقول لي 150 ولا 50، أهم شيء تتعلم، إيش هالتعلم اللي أنا ممكن أحصله بهذه النوعية من رواتب؟ غير ممكن. بالإضافة إلى التعليم، يعني لما الشخص يكون عنده طموح يبي يكمل تعليم ماستر يبي يكمل دكتوراه، الجامعات الخاصة تكون وايد غالية مقارنة بالرواتب اللي قاعد نستلمها. لما أتي تقدم في جامعة البحرين والله لا مو مقبول، يختارون اللي يبغونهم أو إن معدلك ما يسمح. إذا تشوف الأشياء الثانية، ساعات المعدل مو دليل ذكاء خصوصا في الأمور الدراسية، يعني أو يكون ناقص بوينت أو بوينتين، يعني هذا مو معيار. يعني أنا من وجهة نظري هاي أكثر شيء مضايقتني. إذا كانت لديك تجارب إيجابية في مجال التغلب على الصعوبات التي تواجهكم كشباب حدثونا عنها. أتوقع التمكين من أكثر الأشياء اللي أنا مستني شخصيا هي شيء إيجابي كتجربة شخصية، يعني يمكن كان دعم مادي بس إنه أعطاني دفعة إيجابية لجدام، يعني إنه خلاني أكمل شيء دراسي وعطاني ثقافة وعطاني علم. صح كان الدعم مادي بس أثر إيجابا فيني كشخصية أنا. يعني في ظل الواقع الذي يبدو قاتما، هل تتوقعون تحسنا في الفرص المتاحة للشباب في المستقبل؟ يعني نتمنى بس. شكرا. شكرا رفيقة زهرة. أبو سلمان مايك حسين أكرم. شكرا رفيق أحمد ورفيق زهرة على هذه الورقتين، يعني متميزتين بصراحة. وبس أنا يعني استكمالا اللي طرحه أحمد، أعتقد أن مسألة غياب المؤسسات، أنا أتفق مع أحمد، غياب العمل المؤسساتي في البلد أنا أعتقد عاني من جميع الفئات وأولهم الشباب طبعا. لكن يعني في ظل أسئلة في الورقتين أنا أعتقد بدون إجابة. يعني تكلمتون، أحمد تكلم وزهرة تكلمت عن أنهم شاركوا في وضع السياسات والاستراتيجيات في منتديات وكذا، لكن ظل سؤال يعني بدون إجابة لحد الآن. إحنا ما نقدر مدى تأثير شبابنا، يعني نتكلم عن شباب التيار الديمقراطي تحديدا اللي ينطلقون من تجارب، يعني لا ينطلقون من فراغ، ينطلقون من تجارب مبنية على أسس، يعني هم أقرب الناس إلى تنظيمات ذات تجربة نضالية وطنية متعمقة في الساحة. يعني بالتالي احنا لا نبحث فقط عن مشاركتكم لأجل المشاركة، وإنما يعني أسئلة تدور ونبغي إجابة عليها منكم على الأقل كمشاركين في هذه المنتديات. ما مدى تأثير شباب، يعني خلنا نسميه التيار الديمقراطي تحديدا أو ذات توجهات ديمقراطية، في وضع السياسات على مستوى قطاع الشباب في البلد؟ هذا مهم، لأن أنا أعتقد المشاركة لمجرد المشاركة يعني لا تفيد كثيرا، يعني بقدر ما يكون هناك تأثير إيجابي. على الرغم من معرفتنا لسطوة التيارات الأخرى وأيضا قربها من السياسات النظام في كثير من المواقع، وبالتالي لا نتوقع منكم معجزات، لكن التأثير مهم في هذا الجانب. النقطة الثانية، يعني إحنا يعني في جمعياتنا السياسية اليوم
يعني في تضييق على المسألة مثلا على حتى على صياغة البيانات، صياغة يعني العمل السياسي بشكل عام مضيق عليه في أبسط الحدود، ولازلنا ننتظر الكثير من المضايقات أيضا. لكن الظل عند الجمعيات الشبابية هوامش أنا أعتقد لا زالت لم تستغل، لأن في كثير من الأحيان يعني الجمعيات الشبابية عندها المرونة أكثر، لأنها تنطلق من قضايا اجتماعية واقتصادية ومعيشية بحتة أكثر من من تنطلق من منطلقات سياسية ربما يؤشر عليها بالبنان. يعني يعني مثلا اليوم في البلد قضايا الورقتين اتطرقوا إلى قضايا البطالة وقضايا الفساد وقضايا، أنا أعتقد هذه قضايا الشباب، قضايا بالدرجة الأساسية هي قضاياكم يعني، وأيضا قضايانا طبعا، لكن ما أبغى أرجع للكلام اللي قلته، أن احنا هناك مضايقات الجمعيات السياسية. الحرية المناورة وحرية المرونة الحركة عند جمعيات شبابية يجب أن تكون أوسع وأكثر حضورا في المشهد العام. يعني ما الذي يمنع الشباب مثلا عندما يعلن الوزير العمل مثلا أرقام مغلوطة بالنسبة لي نسبة البطالة، وهم أكثر ما يواجهون البطالة في هذا البلد؟ ما الذي يمنع الشباب عندما تنزل ميزانية ولا توجد فيها يعني ميزانية لقطاع الشباب أو على مستوى الأندية أو على الأقل في كلمة للشباب؟ لا تنتظرون فقط الجمعيات السياسية، وأنتم تعرفون أن الجمعيات السياسية هي تواجه ضيق في حرية العمل والحرية الحركة. وبالتالي أنا أعتقد أن نتوقع من شبابنا على الأقل أن يأخذون على عاتقهم مسؤوليات هم أولى فيها من حتى من الجمعيات السياسية. شكرا. شكرا رفيق أبو نبي سلمان. دكتور شبان، أعتقد جزء من يعني التساؤل اللي سألت في البداية هو كنت أبحث عن إجابة لتفضل فيها أبو سلمان. يعني إحنا صحيح نتحدث أن في هناك غياب للشراكة وفي تغيب لدور الشباب، طيب ما هو الدور اللي ينبغي أن يقوم فيه الشباب لتأكيد حضورهم، سواء كان ما تفضل أبو سلمان في مسألة بناء السياسات أو القيام ببناء مبادرات شبابية. أنا أعتقد في هناك يعني اللاوعي في وسط القطاعات واسعة من الشباب. أنتوا كدوركم ما هو الدور اللي مفروض أن تلعبونه أو تقومون فيه في تغيير الواقع عندنا في المجتمع الشبابي، سواء كان يعني في قطاع واسع من الشباب الآن لا يعرف إلى أين يتوجه. أنتوا شنو دوركم في تغيير هذا اللاوعي في وسط القطاعات واسعة من الشباب؟ أنا أقعد مع كثير من الناس من الشباب لا يدركون ما الذي عليهم أن يفعلون. أنتوا شنو دوركم في هذه القطاعات؟ في هناك مجموعات شبابية ناشطة في بحور مختلفة في العمل المدني، سواء كان في التنمية، في البيئة، في قضايا الاجتماعية. يعني على سبيل المثال يعني بجيب مثل جوالة المالكية مثلا، عندها مبادرات صيفية كل سنة تقوم فيها عدا عن المبادرات الأخرى، وهذه المبادرات اللي تقوم فيها لها أثر كبير في بناء الوعي الاجتماعي لدى الشباب، في تطوير قدراتهم المهنية، في تطوير وعيهم في قضايا أساسا خدمة المجتمع. احنا بحاجة بالفعل ان التيار الديمقراطي ان يكون له دور في وسط هذه القطاعات، وان يوجه هذه القطاعات، وان يحاول يغير المسار اللي قاعد يصير في الوسط الاجتماعي عندنا، خاصة عندنا في المناطق مالنا. هذا الشيء اللي انا كنت اتمنى ان اسمع منكم. شكرا. شكرا. شكرا دكتور شبر. انا ممكن اعطي رايي الشخصي او رد على موضوع اللي هو الوعي مثل ما قلت، واعتقد انا يعني اوافق في هذا الموضوع، لان الشباب انت تنشئته وتهيئته لخوض اللي هو المضمار السياسي والاجتماعي، طبعا هذه راح تكون منظومه كامله تنشا من البيت الى المدرسه الى المجتمع كامله. هذه طبعا يعني احنا اذا بنرجع لها في البدايه في التاسيس، طبعا هناك في خلل في المناهج مثلا في وزاره التربيه موجوده، في عندنا خلل حتى في المجتمع قد نكون موجوده في هذا، فهي تخلق اصلا عدم وعي للشباب ووجود او ندره الفرص الموجوده
لتفجير مواهب الشباب مثلا. قد يكون مثل ما قالوا في مبادرات موجودة سواء من جمعيات المجتمع المدني أو من الهيئات الحكومية، بس هي شكلية في النهاية، مو قاعدة تفجر صق الموهبة أو مو قاعدة تغطي مثلا جميع المواهب الموجودة أو مثلا شريحة الشباب بشكل كامل. فهذه في النهاية راح ينتج شنو؟ تهميش إلى الشباب في اتخاذ القرار، وفي القرار السياسي، في القرار الاجتماعي، في هذا. في النهاية راح يخلق لنا عدم ثقة أصلا، مو من المجتمع المدني، من المجتمع المدني أو من الحكومة مثلا أو من الهيئات الحكومية للشباب. عدم ثقة في الشاب نفسه، الشاب هو أصلا في النهاية بيوصل مثلا لعمر معين، وصل لعشرين سنة هو أصلا مو واثق في نفسه أنه ممكن يحقق شيء. فهذه أعتقد هي المنظومة اللي تكون من التأسيس لازم تكون يعني يكون فيها إصلاحات جذرية. يعني ترك الموضوع لرفيق أحمد، أعتقد إنه رد. شكرا رفيق خليل. يعني بخصوص موضوع يعني أنا شو ننقد نفسنا أكثر، شباب التيار الديمقراطي اليوم الساحة البحرينية بالتحديد، الساحة البحرينية صارت تقريبا مغلقة بالكامل، مغلقة بمعنى أن أنت ما قدرت تشتغل يوم العمل لك تشتغله من 2001 ل 2010 خلاص. واحنا جيل 2001، يعني انا شخصيا اصنف نفسي على جيل 2001 وفوق، وهذا الواقع. يعني ما يعني التسعينات بالنسبه لنا احنا يمكن ذاك يعني في طفولتنا نسمع اللي كان يصير. فالفكره اللي بوصلها ان على شباب التيار الديمقراطي ان يحسموا موقفهم. اليوم الساحه الشبابيه متروسه مبادرات، ترى على سبيل المثال يوم صارت الأزمة داخل مثلا قصة الأدباء والكتاب، إيش قد مبادرات طلعت تحتها، مبادرات شبابية، إيش قد. فأنا الفكرة اللي بوصلها هي التالية، بأن اليوم في مبادرات، في كثير من المشاكل اللي ممكن أنت تبادر وتخلق فيها مشروع بالتنسيق، أنك تكون مثلا شباب وعد شباب تقدمي. على شباب التيار الديمقراطي أن يغادروا القلاع العتيدة هذه التي تأسست بعد 2001 خلاص. هذه القلاع العتيدة التي تأسست بعد 2001، شباب وعد عليهم أن يغادروا. إذا منخاطب الناس من ندوة الأربعة ما بتخاطب لشريحة صغيرة، إذا المنبر التقدمي شبابهم بيخاطبون الناس من خلال منتدى الأحد بيخاطبون شريحة صغيرة. فالفكرة أن في قلاع عتيدة يجب، ما نقول إن إحنا نهاجر منها، لا، أنا أقول إن إحنا نشتغل فيها، وهذه مكان اللي نشأنا فيه. بس الفكرة بأن اليوم في مبادرات كثيرة تقدر تطرحها في المجتمع، ممكن تخلق لك حالة تعاطف، ممكن إنك تخلق تراكم داخل المجتمع من خلال عملك فيها، ممكن، بس لازم تبادر. في مبادرة غايبة، لازم تبادر، في مبادرة غايبة. فإذا أنت ما كانت، إذا المناخ العام خلاص، المناخ العام لما إحنا بنحصر نفسنا في المناخ العام يعني هذا شيء طبيعي. يعني اليوم 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 الوضع بالبلد كلنا عارفينه. فاليوم في مبادرة غايبة، في كثير من المواضع ممكن تأخذ فيها مبادرة، وفي تقدير أرجع أقول إن في قلاع عتيدة يجب ان الشباب انه يحس يعني ينظموا نفسهم اكثر، ان يعني ياخذون زمام المبادره بشكل اكبر داخل هذه المؤسسات، او انهم يشتركوا او ان ينخرطوا داخل مؤسسات ثانيه ويبتعدوا عن المسائل هذه، الصراعات الايديولوجيه اللي ما لها معنى. يعني يعني هذا هو تقدير، اسمحوا لي انا قاعد اوجه نقد الموضوع بشكل عام يعني الشباب في على الأقل في الجمعيتين بالتحديد. شكرا. أعتقد أن إحنا يعني في ردا على أبو سلمان أو استكمال داخلة أبو سلمان، أن مدى تأثير له الشباب تيار ديمقراطي، يعني أنا أتفق تماما مع له رفيق أحمد عبد الأمير، يعني إحنا يجب أن أي مبادرة يعني موجودة من أي جهة كانت، إذا كانت فيها مصلحة الشباب وراح تنمي الشباب، يجب أن نتلقفها يعني بأي طريقة كانت. ما مثلا ما نحصر نفسنا مثلا حتى مثلا مبادرة من جهة حكومية مثلا، إذا كانت هي تساعد وتنمي مواهب الشباب يجب أن نشارك فيها. يعني هذا دورنا إحنا، يعني سواء كانت بأي كانت الجهة المعنية فيها أو المنظمة لها أو هذا.
فيعني انا اتفق طبعا مع رفيق احمد بن الامير بمغادره القلاع العتيده. نترك الكلمه لرفيق سيد جعفر الوداعي. بالضبط تشتغل فيها هالفكرة، تشتغل فيها تشتغل. يعني أنا أبغى أخاطب الجمعيتين لما التيار التقدمي، يعني تكلمتون عن الكراهية وعن جسمه، هل أنتم اشتغلتون على البناء الفكري؟ يعني إن الشباب إذا تشتغلون عليه من ناحية يعني فكرية بيتغير، يعني يترك الكراهية والطائفية، أي مهم. يعني أنا أشوف ما في بناء فكري يعني، والشباب يعني عند عزوف يعني عن لا القراءة ولا شيء، يعني ما حد يقرأ. وثاني شيء موجب ما تكلمتون عن المبادرة، المفروض الشباب يعني يكون عندهم يعني مبادرة وإقدام على على العمل الجماهيري وتنمية الشباب من الناحية الفكرية. أما إذا ما بيكون الشيء هذا فبتشوف الشباب يعني تخبط يعني، وأقل يعني لفحة هواء الطيحة، يعني لأن ما يمتلك فكر عشان يحصنه من اسمه. يعني أي جماعة يعني صاحبة سوء أو شيء أو عندها نزعة طائفية ونزعة اسمه، هاي يقدرون يستلمونه يعني، لأن ما عنده فكرة حصن روحه. البناء الفكري ضروري لتحصين الشباب يعني. شكرا. شكرا. شكرا رفيق باسل. بالنسبة لي أني أقول ويش أن إحنا ما قاعدين ناخذ تجارب الشعوب الثانية، مثلا كوبا وفيتنام خذوها مثل لكم، كانوا واقعين تحت حصار أمريكا سنين طويلة. شوفوا كوبا وين وصلت، شوفوا فيتنام وين وصلت، شباب فيتنام شوفوا الحين فنزويلا شوفوا حاصرة اقتصادية. يعني احنا ما ذكرنا شيء اسمه الإمبريالية قاعدة تحاصرنا بأي طريقة، سواء شباب سواء نساء سواء رجال، يعني كلنا محاصرين. إذا بنسكت وبنقعد بس مقرات بس هذه مبنية أو محطوط عليها مركز شباب، ما في أحد، ما في مبادرات، ما في خطط استراتيجيات، ما قاعدين نحط. يعني قول لي أي جمعية من الجمعيات وين خطتها السنوية؟ زي فعالية اللحد ما عليه، أوكي هذي زين، لكن في غير يعني بديل لها؟ في لجان ثانية قاعدة تشتغل عندها خطة سنوية، عندها خطة تطويرية؟ الحين تمكين، لاحظوا أنتون قاعدة تمكين تشوفونها، مثلا قبل تستقطب الشباب تعطيه مشاريع. أنا رحت آخر محاضرة لها في بيت التجار زين، والتدريب هذا ما قاعدة تدرب، ما عندها فلوسها راحت. ليش؟ في تخبط من لأن الشباب ما قاعد يدرس الخطط مالها. هذه مشاريع الشركات الأجنبية قاعدة تجي تحط مشاريعها، تحط خططها، تأخذ الخير مالنا، تأخذ هذه، وفي نفس الوقت وفي حين ان شبابنا ما قاعد يدرس هذه الخطط. يعني الخطه ترى مهمه، لان اذا ما في اساس الى البيت ما ينبني.
شباب يعني، يعني حرام نشوف شبابنا قاعدة، مو بس شباب التقدمي، حتى الشباب العادي ضايع ضايع ضايع. يعني أنا ألاحظ شباب ما عندهم شيء يسوون، أكجت العطلة وخلصت ما نسوي شيء، وين وين التقدم اللي سوى شيء؟ يعني مو بس نلوم إحنا، يعني إحنا نفسنا يعني صراحة يعني نقول وين الأشياء الملموسة؟ نبي شيء ملموس، نبي رسم على زجاج أو رسم على دي أو يعني وشو شعور، هذا هذا اللي عندنا إحنا. وين وين طالعوا سنغافورة طالعوا ذيك اليوم، والله هذا صديقنا أكبر جعفري يعني طل يعني جاب أشياء فظيعة في بيت التجار، ولا يبي منكم باكر وروح تمكين بعد عند الاثنين في بيت التجار، روحوا اسمعوا اسمعوا المبادرات الحلوة اللي طالعة من الشباب، بس ما عندها أحد يحمسها يشجعها يطلعها فوق. ضايعة شبابنا مساكين، ليش؟ لأن إحنا يا زعم تقدميين وأفكارنا متنورة ونفهم مبادرات، بس حكي بس حكي كلام هذا ما في فادة، مضيعة وقت اليوم. شكرا هاي يوم الشباب. شكرا 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 يا شيخ. فيخ حميد خنجي. مساء الخير، شكرا جزيلا على الورقتين بالنسبة لشاب شاب أحمد وزهرة، وأنا أعتبر الأفكار اللي جات في ورقتين عبارة عن ضوء صغير شوي يمكن يقلل من روح الإحباط الموجود بشكل عام في المجتمع والوضع الاستاتيكي الموجود في الوقت الحاضر على صعيد الحراك الاجتماعي وخاصة عند الشباب. يعني ما أعتقد نقدر نلوم الشباب كثيرا في هذا الوضع التاريخي الذي تعيشه البحرين، ولكن في أمور معينة لازم يعني مثل ما قالوا الإخوان الشباب لازم يبادر من أي مكان، يعني مثل ما قال الرفيق جعفر إن بالفعل الجانب الفكري ضعيف عند الشباب وللأسف الشديد. يعني مثلا الرفيق أحمد تكلم بشكل واضح في البداية ومسألة المباراة تركز على الجانب الاقتصادي والمعيشي للشاب وعلاقة الشاب بالخطط الموجودة الرسمية، وفي النهاية الخطط هذه كلها الموجودة على أهميتها استغلالها من الناحية الاقتصادية مهم جدا زين، ولكن هي كلها خطط جزء من الليبرالية الجديدة في النهاية يعني. وإذا الشاب سياسيا ما يعرف يقيم هذه الخطط بالتالي يكون ضعيف. مثلا تفضل أخ أحمد يقول لازم نغادر شنو العتيد شنو ما أعرف قصدي، يعني قصدك القراءة القديمة، يعني أنت تبي تخرج نفسك كشاب من القراءة اللي إحنا جيلنا نمثل يعني. لا بالعكس، العكس والصحيح يا أحمد، أنت لازم تنطلق من خبرة. يعني الشباب عند الحماس اللي إحنا ما عندنا، فقدناه الآن الجيل المخضرم أو الجيل الشايب، لكن الجيل الشايب المخضرم عنده فكر وعنده تجربة، يعني كل واحد يكمل الثاني. وكما قال اللينين العظيم من ملك الشباب ملك العالم. من المهم نفرق شيء واحد، يعني من الناحية السياسية لازم الحركة الشبابية في البلد على المستوى الوطن العربي والبحرين خاصة ما دام نتكلم يصير عنده نوع من الاستقلالية سياسيا، يعني إذا ما يصير نوع من البنية. يعني ما أدري أنا في اتحاد شبابي في البلد، في شيء في كونفدرالية بين المجموعات الشبابية في التيار الديمقراطي، ما أدري ما فهمت أنا. يعني ما دام زعيم الشباب الآن أمامنا في وعد يقول نبارح القلاع العتيقة، هذا مشكلة كبيرة، يعني هذا في خلل فكري في حاجة إلى الوضع حله. يعني بالعكس يعبر عن يأس معين
عن عدم إدراك ما يحدث. أكيد إن الأنظمة السياسية مو بس بالبحرين، على مستوى العالم أوروبا كل مكان، الجانب الرسمي يريدون أن يدجنون الشباب. يا ريت تختصر. أي ما يعني ما يوافي مصالحهم الطبقية في المجتمع في الواقع، يعني اللي مهيمن يبي اللي يستغل الشباب من أجل مصالحه. الشباب لازم تكون عنده فكر في هذه اللعبة الكبيرة، بدون الفكر الشباب لن يتقدموا. شكرا. شكرا رفيق حميد. تسمح لي يعني أنا قد ما لا تحسبها علي دفاع عن رفيق أحمد، يعني أنا اللي فهمت يعني من كلامه مغادرة القلاع العتيدة، لا يقصد أنه ننسلخ من جلدنا ونطلع يعني من فكرنا يعني. لا 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 هو وضح، عفوا رفيق حميد، هو وضح أن إحنا نترك عنا الخلافة. عفوا رفيق حميد، هو قال احنا نترك عنا الخلافات الايديولوجية اللي كانت موجودة عندنا، وفي من هذا المنطلق احنا نطلع من القلاع العتيدة. مو قصد ان احنا نطلع من افكارنا ومبادئنا وننسلخ من جلدنا، وهذا اعتقد ترك الموضوع له هو يرد عليك اكثر. تفضل. يعني اشكركم مرة ثانية على الجولة الثانية المداخلات، اشكر الاساتذة الافاضل جميعهم، الاستاذة اشكرك. يعني بخصوص موضوع النظام، يعني تطرقت إلى موضوع النظام الاقتصادي، يعني يمكن تطرقت إليه، يعني أنه وضحت بأن جميع هذه المبادرات هي مبادرات اقتصادية، وأكدت بعد أن هذه المبادرات وضعت من شركات استشارية يلفون قاعدين بين دول الخليج، نفسها ترى نفس الدراسة كوبي بيست عند الجميع، كلهم يعني تصفحت بعضهم هي كوبي بيست ويستلمون المقسوم. يعني في النهاية هذه الدراسات كلها وضعت لخدمة منظومة اقتصادية واضحة، منظومة الاقتصاد الرأسمالي، هذه المنظومة اللي احنا جميعا عارفين من وراها، عارفين لوين بتقود المجتمع، تفكيك القطاع العام، فتح سوق العمل على مصراعه، خصخصة التعليم، الأشغال العامة، وقاعدي والصحة وإلى آخر، وعارفين احنا لوين بتوصلنا هذه كلها، خاصة إذا صارت هذه الإصلاحات بين هلالين، أقول إصلاحات قصيرة ما أشوفها إصلاحات أنا، بس خاصة إذا صارت هذه المبادرات الاقتصادية في ظل غياب شنو رقابة شعبية، لوين بتقودنا هذه المؤسسات؟ راح تتجمع بيد من عقب ما تبيعها أنت وتخصخصها؟ من راح يمتلكها؟ راح تتوزع أسهم على الناس؟ ما أعتقد. فبالتالي راح من راح يمتلكها هذه؟ ها السؤال. فبالتالي ها مبادرات اقتصادية مثل ما قلت من بداية حكي بأنها تخدم فئة طبقة معينة في 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 المجتمع أو في مجتمعاتنا بشكل عام في الخليج العربي. موضوع البناء، أنا ما بختلف عن موضوع البناء الفكري هذا، ما كلش ما بختلف عليه، أما موضوع مغادرة، بس أنا أرجع أقول أنا لما طرحت هالفكرة أنا قلتها ترى يا جماعة، لما أقول لكم أنا ما أتكلم عن قطيعة، أنا أتكلم عن مغادرة، بمعنى أن نطلع من، إذا إحنا نتكلم عن فئة شباب، طبعا مع الاحترام والتقدير لنضالات الجميع، الأساتذة والجميع، يعني ما من إحنا ما نقول لما الجماعة، ما أنا مو من ذين يحملون الرأي اللي يقول لك لا وصلنا لهالمرحلة بقياداتنا، لا هذا كلام مو مسؤول اصلا. هو الفكرة ان بنوصلها، نتكلم عن مغادرة القلاع، نتكلم ان احنا نغادرها، ان نتواصل ويا الناس اكثر، نقعد ويا الناس اكثر. نتكلم عن شباب تيار ديمقراطي، شباب مبادر، بين شباب عنده تنشئة معينة يقدر فيها انه يوصل فكر جديد، فبالتالي لازم يتواصل. لما نتكلم عن مغادرات القلاع اليوم في مبادرات كثيرة، أنا جبت لكم الباب والكتاب، مركز الجزيرة الثقافي، أنا قعدت ويا الشباب هناك أكثر مرة، في شباب يتكلم، في شباب يطرحون أفكار وغيرها. فبالتالي إن نتكلم إحنا اليوم قاعد الوضعية تحتنا قاعدة تتغير، من أحصر نفسنا في مؤسسات عليها تضييق. أنا ما أقول نتخلى عن مؤسساتنا، مثل ما قلت في حكي، قلت إن هذه تنشئتنا فيها، يعني جزء من تكوين الشخصي أنا بالنسبة لي تكون داخل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد،
فهذه مستحيل انه واحد يتخلى عنها في اي لحظه في اي مفصل. بس الفكره بان انت لما تكون مغادرتها انك تتحرر شويه من مساله ان انا لازم اخاطب الناس يوم اربع، اخاطب الناس يوم احد. في مبادرات، انزل تكلم، حتى لو دخلت في صراعات ويا الناس على مواضيع الناس تشوفها مو اولويه، موضوع المانيا تشوفها الناس مو اولويه، اطرحها كموضوع اولويه. ايش فيها؟ شنو الخطا؟ يعني في مواضيع محتاجه جرأة، محتاجه مبادره. بس المجتمع جاهز، المجتمع جاهز، المجتمع يبي يسمع، ترى بيصطدمون فيك في البداية أقول أوكي، بيسمعونك إلى النهاية. مجتمعنا مو عنيف يعني بطبعا. فهذا أنا أقصد مغادرات القلاع، أما مسألة القطيع أو إن مسألة أني أنا أبي أقلل من تضحيات أو غير، لا 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 أبد، يعني مو هذا المقصود من وراها. شكرا. جولة أخيرة فقط، أخيرة بس وسريعة، أتمنى تكون باختصار. عبد علي فريدون، المايك في حبي داخل بعد. شكرا، خلاص آخر مرة عشان ما أعطينا جواب. بالنسبة للأخ أحمد، يعني صراحة جدا كان جريء، يعني جريء قدر يحرك المياه الراكدة، يعني عند الشباب وعند الشياب بين قوسين. يعني أنا أحييه صراحة على هالروح يعني. بس وطرح أسئلة، بس ما عنده الأجوبة، لأن نفس ما تفضل قال أنا يعني تقريبا من 2001 يعني فعلا في حلقة مفقودة عندك. يعني أنا اللي أشوف أن الموضوع أن في جانب مفقود، جانب التضحوي، يعني هاي اللي تتكلم عنه، أن مثلا الحكومات مثلا تخفل، ما تخلي الشباب يشاركون في الجانب السياسي فقط، بس في الجانب الاقتصادي والرياضي. هاي معروف ليش قلناها، يعني في الجانب السياسي لانه هو الجانب الخطير، يعني قاعد تلعب معاهم جيمز يعني. بس الشباب يعني كانوا يلعبون، يعني حتى قانون ايام قانون امن الدوله كنا نلعب سياسه، وقبل قانون امن الدوله بعد كان في عمل سياسي ما كان يتوقف. بس مع الأسف اللي صار إنه بعد الميثاق كل العمل النضالي توقف، صار عمل رسمي، بس ما في أشرتنا أنت يعني إنه بس في المقرات. وخلي نكون جريئين صريحين، يعني فعلا يعني صار عمل رسمي، نفس عمل الدوائر الحكومية، صار يوم الأحد هنا يوم الأربعاء هناك، يوم الاثنين ما أدري وين، يوم الخميس في المجلس الفلاني. ما صار عمل إنه ننطلق من الجمعيات إلى الناس. هاي النقطة اللي أبغى تقولها، أنا أعيها، مو ان لما نغادر القلاع العثيده فعلا يجب ان نغادر، مصيبه لان بتتهرب على رؤوسنا. الحين الشباب لازم ينطلقون من الجمعيات الى الناس، مو ان يجتمعون في المقرات. انا اتصور فيها خطوره، فيها شلليه، فيها تكتلات، فيها اشياء كثيره جدا سلبيه مع السنين اللي مضت. يعني خلينا ناخذ مثال ايام يعني تقول الحكومه مثلا سوي أنشطة، الجانب الشبابي بعد لازم يسوي أنشطة في العمل السري. يعني في الصيف الطلبة كانوا يجون من الخارج، كانوا يسوون أنشطة سياسية توعوية في الدواليف في البساتين. كان في حينه اللي هو نفس نرجع اللي هو العامل التضحوي. احنا حاليا ما في اللي هو الجانب التضحوي، ان انت مجموعة شباب او كمنظمة شبابية او حزبية إنه يصير فيها تضحية حلو بجهدك بمستقبلك حتى بمستواك الدراسي. يمكن الحين ما في، كل عمل رسمي صاير، موظفين يروحون يشتغلون في جمعيات سياسية أو شبابية، وهذه النتيجة الحتمية إنه ما قدرنا نخلق شباب عنده روح التضحية. أتمنى أن نحصل شباب مضحين مع الأسف. شكرا. شكرا رفيق، خلاص أعتقد يبعدون يعني خلاص يعني يعذرون رفاق اللي كانوا بيشاركون يعني في الداخلات، يعني ان خلاص الوقت يعني تاخرنا. يعني تفضل يا رفيق ايمان. شكرا.
شكرا للرفيق. يا ريت باختصار شديد. أكيد. شكرا جدا للرفيقين المتداخلين. يعني صراحة أنا عجبت الورقتين كانوا مكملتين لبعض. ورقة الرفيق أحمد عبد الأمير يعني عكس الواقع من 2001 لغاية يمكن 2017، يعني البرامج اللي قام فيها الشباب من قبل وزارة الداخلية آخر شيء صارت حق الشباب. يعني أنا بس أبي أؤكد على مسألة يعني العمل المشترك بين التيار الديمقراطي، يعني جمعية الشباب الديمقراطي وجمعية الشبيبة الديمقراطية وكذلك قطاع الشباب في المنبر التقدمي وقطاع الشباب في جمعية العمل. يعني كل ما كان العمل واستغلال الفرص واستغلال المبادرات اللي تطرح من قبل الجهات الرسمية بشكل مشترك أكيد بتكون أقوى، وخاصة أن الطرفين يمتلك كوادر يعني على مستوى من الكفاءة والقدرة على اقتناص الفرص. شكرا. فكرة وصلت. فكرة خلاص آخر مفهد خلاص نختم باختصار مفهد يا ريت. شكرا إلى الأستاذ أحمد والأخت زهرة على الورقتين. ذكر الأستاذ أحمد بخصوص اللي هو لو البرامج واللي قدموها يعني اللي هي الحكومة وغيرها يعني أو المنظمات. بالنسبة إلى تمكين والبرامج اللي تقدمها إلى الشباب، في رأيك ما مدى استفادة الشباب من برامج تمكين، يعني خاصة بأن له هذه البرامج اللي يقدمونها هي برامج يزعم أنها هي تعليمية وعلى أساس أنهم يهيئونهم إلى الولوج في سوق العمل. أين العمل؟ أين أماكن العمل هذه؟ التمكين يعني تحث الشباب بأن يدخلون مثل هاي البرامج في حين أنه لا يوجد أماكن عمل إلى هؤلاء الشباب اللي هي تدعي بأنه تدربهم أو تبي تدربهم علشان يولجون في العمل. طبعا أشيد على رأيك بالذات بأن يجب على الشباب أن يطلعون أو يخرجون إلى الشارع إلى الناس. بالفعل هم متقوقعين على يعني أنفسهم، محتاجين بالفعل إلى شبابنا بأن ينطلقون إلى مثل هاي الأماكن وهاي الساحات على أساس يعرفون مدى تفكير الشباب بشكل عام. يعني أنا ما أتقوقع في هذا المكان مثلا في المنبر أو في وعد وأنبي الناس تجيني، لا، أنت اطلع إلى الناس شوف وش أفكارهم وش مشاكلهم وش معاناتهم على أساس أنت تكسب. شغلة ثانية، وين الشباب في هذه في هاي يعني مثلا في المنبر في وعد؟ أحس إنه عزوف وراء عزوف قاعد. وش الأسباب؟ يعني يا ريت تفسرون لنا وش الأسباب وش الإمكانية، يعني شلون نقدر إن احنا نتخطى مثل هذه العقبة على أساس نجلب شبابنا، نجيب الشباب اللي كانوا متواجدين سابقا. يعني للأسف الشديد لفترة معينة يكون في هناك شباب ما نشوف إلا ما في أحد فيها، فهذه ضرورة أن احنا يعني هاي مشكلة أحسها بحد ذاتها محتاجة إلى وقفة بالفعل. يعني وش نقدر نسوي علشان نحل هذه المشكلة؟ شكرا. شكرا. شكرا فهد، تفضل. شكرا. شكرا للأستاذ عبد علي والأستاذ أم فهد. بس بشكل سريع يعني إن خصوص الأستاذ عبد علي، أنا فكرة هذه جزء من دراسة أنا اشتغلت عليها. يعني الحين في جزء قاعد نشتغل عليه خاص بموضوع دور مؤسسات المجتمع المدني. فالحين يوم عندنا في البحرين تقريبا 24 جمعية شبابية زايد قاصر، يعني بعد في ثنتين تحت التأسيس أو واحدة مو متأكد. فبالتالي إن العدد الجمعيات الشبابي الأكتف فيهم فعليا في الساحة اللي قدموا برنامج صيفي في هذا الصيف 3. فتقول تتخيلون الوضع شلون؟ يعني هذا المجتمع المدني مالي في البحرين.
2017 الصيفية لحد الحين، يعني أتكلم من ثلاث اشتغلوا في الصيف، ثلاث اشتغلوا فعليا، لأن نقول إن ما ال 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 هذه اليوم أنا مصت القطاع العام مبادراته في 2015 بالتحديد. الفكرة اللي كنت بوصلها بأن شقد إن ما فيش شقد، هذا عنده إمكانيات، عنده كوادر، ذكرت إن كوادر موظفة تستلم رواتب غير مستعملين في كوادر شنو تطوعية، شباب تطوعي، فشيء طبيعي ترى هناك بيشوف شنو، بيشوف عنده تجهيزات، بيشوف مواصلات مجانية، بيشوف أشياء كثيرة ما بيشوفها في وين، في المؤسسات المجتمع المدني. فالفكرة اللي بوصلها بأن في مشكلة هني في المؤسسات المجتمع المدني، في بعضها قاعدة تبادر، قاعدة تحفر في الصخر، قاعدة تشتغل، بس الموارد محدودة، تغطية إعلامية ما تحصل، ما في أي نوع من أنواع الدعم إليها. استفادة الشباب أنا في تقدير يعتمد، يعني أنا دائما أقول استفيد بما هو، استفيد من الموجود، اشتغل بالموجود، استغل كل شيء موجود. أما بتقولين أوكي هو درس واستفاد من مبادرة التمكين وإلى آخر ونزل سوق العمل، هني نرجع ذكرناها في منظومة اقتصادية فيها خلل في البلد، يعني عاد هو طلع مهيئ صار اوفر كواليفايد على سوق العمل، بعد هالشيء زين له، يعني مو شيء مو زين له مثل ما يسوقون بعض اصحاب الاعمال يقول لك انت اوفر كواليفايد انا ما ابيك، لا خله اوفر كواليفايد، خله عندي 20,000 واحد اوفر كواليفايد، لان عقب سوق العمل بروحه بيخلق وظائف للاوفر كواليفايد ذيلين. فالفكره ان انت لازم يعني بشكل عام ان هذه ان مساله ان انا اوكي درست وتعبت واخذت مبادرات من تمكين وغير تمكين ونزلت سوق العمل وما حصلت فرصه، لا هذا مو كلام في تقديري سليم يعني في تشخيص الموضوع. شكرا رفيق احمد، الرفيقات والرفاق شكرا لكم، نشكر رفيق احمد عبد الامير، رفيق زهره عبد الله، ونلتقي على خير. شكرا.